زمان أيام الكاش كان في شيء اسمه قطة، لما الواحد حيدفع مجموعة ناس حيدفعوا على حاجة معينة يقطوا، فهذه كانت شغلة زمان. الواحد يعني بتعامل مع الكاش فلازم يحط ويرجع الباقي، وأحيانا الغلط في الحسابات حكاية طويلة عريضة. لو في مجموعة ناس يبوا يدفعوا لحاجة معينة ويتشاركوا في هذا الدفع، كله بيصير عن طريق التطبيق أونلاين، والدفع بيصير مباشر على طول من غير اللمس، بس بالكاميرا الجوال تعمل سكان للكود. مرة سهل، بس إيميل، اسمك، جوال، بس. الصين 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 من أكثر البلاد تقدماً في موضوع التجارة الإلكترونية والسداد الكاشلس اللي هو بدون كاش. الآن وصلوا لمرحلة أنه حتى جوالك ما تحتاجه في التسديد، بتدفع عن طريق الفيشل ريكوجنيشن، تقنية التعرف بالوجه. خلينا نشوف هذه التقنية مع يونغ. I'm in Shanghai right now, the most convenient city in the world. When you go to the store, you get the stuff you want to buy. Let's go use my face to buy these things. You scan here. Let's pay. Then you put your face in the camera. Hello. Yeah, that's me. Connect with my WeChat. Confirm. And you pay. I even don't remember how cash look like. You don't have to go to the bank. It's convenient, easy, fast. And sometimes if you forget your phone, if you want to buy stuff, carry your face, you can pay. الهوية. رحنا لسدايا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وقالوا لنا انه هذه خلاص، هذه باي باي. ما في هذا كرت، خلاص كله اونلاين صار. جوالك توكلنا ولا ابشر، توريه لرجل الامن، توريه في المطارات، توريه للفنادق، في اي حته حيختفي. شيء كمان معها كرت شبيه فيه دائما في محفظتنا دائما، اللي هو ايش؟ رخصه القياده. طيب فهذا جهاز مشبوك على تليفون، هذا ممكن يعطى لرجال الامن يصير؟ صحيح. ايش يسوي؟ مكان السمات الحيويه على اساس رجل الامن يتحقق ويتعرف من هويه الاشخاص. فانا ما عندي بطاقه الحين، انا ابغى اتاكد انك انت تشقيري جاني، يبغى يتاكد مني بالضبط. وانا ما عندي بطاقه بالضبط. بالفيشل ريكوجنيشن. طيب شوف حتعرفوني ولا؟ يلا نشوف ان شاء الله. خلينا نلتقط صوره لك. تسم ولا؟ تم التقاط صوره. اول نتيجه هو انت. تمام، خلاص انتهينا. انتهينا، رخصة القيادة باي باي، حتصير برضو أونلاين، وبالتالي المحفظة حقتك. طب أي في شيء تاني في المحفظة كنا بنخليه برضو حينقرض، اللي هو وريكم هو دحين. دقيقة، رحت ورجعت تمام عشان نعمل لكم أكشن. هذه برضو في المحفظة. البزنس كاردز خلاص. إيش بزنس كارد؟ أعداد ضخمة بتطبع البزنس كاردز هذه، يعني تخيلوا سنويا بيطبع 10 مليارات بطاقة بزنس كارد. 88% منهم يذهب إلى سلة المهملات خلال أسبوع، وهذا مشاهد كلنا ياما رمينا البزنس كاردز. يعني خلاص ليش بتطبع 10 مليار دي؟ حتختفي عاجلا أم آجلا، حتختفي الأمور.